معكم الأخ نبيل من مدينة أزمور، ساكنة ديال درب الشواي، من الناس اللي ساعدت في تزيين درب الشواي. الحمد لله اللي عطينا واحد الثمرة اللي كانت الحمد لله خير على مدينة أزمور جمعة، بالنظر إلى أبناء القصبة وأبناء درب جديد، أبناء درب الحفراق، أبناء الأحياء كاملين. سمحونا نسينا شي أبناء منهم. الحمد لله كانت زين الأزقة ديالهم خير إن شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين. وبما الحمد لله نظرتوا اللوحات الفنية اللي درنا من الخشب في درب الشواي، وكنبغي نشكر الإخوان اللي ساعدونا الحمد لله، بالنسبة للصباغة، بالنسبة لجميع الإخوان اللي ساعدونا في درب الشواي الحمد لله، واللي ساعدونا حتى من أزقة أخرى الحمد لله، جاوا عاونونا الحمد لله. وش غنقول لكم، كنتمنى من الله عز وجل أنكم تعاونونا غير في الحفاظ على اللوحات ان شاء الله. وراني كنضيف لكم واحد اللوحه، نتمنى ما تكونش هي الاخيره، ولكن في النيه ديالي غتكون هي الاخيره باذن الله. كنقدم لكم هذا الجبل الذي منحوت ببيوت صغيره والمسجد في القمه. نتمنى ان تكون الفكره على هذا المجمع السكني، ان الاصل ان المسجد هو الاخير، لا في الحياة ديالنا لا في الممات، لأننا نسأل على الصلاة، فركزت على المسجد أن يكون في القمة، ونسأل الله أن يأجرنا في هذا العمل. بالنسبة للفكرة كيفاش جاتنا الحمد لله ديال هذا المشروع هذا باش نزيدوه، الحمد لله كاينين الأمهات كتار، منهم واحد الأم، من غير الأم ديالي الحمد لله كاين واحد الأم دازت سبحان الله من السيكشور ديالنا، صدفة خارج من المنزل كنسمعها بالأذن ديالي أن تقول الحمد لله فتحوا لنا القلب ديالنا بهاد الصور هذه وبهاد الجمالية اللي دازوا فيه الدرب هذا، هي اللي خلاتني أنني نزيد هاد المشروع. ونتمنى من الأمهات كاملين يولوا يدوزوا في الدرب ويكون عندهم نفس الاطمئنان، والقلب ديالهم الحمد لله تفتح، لأن الأمراض وهاد المشاكل وهاد الشيء كامل اللي كاينه دابا كنمروا بها، لأنها المهم سخسخات الناس. نتمنى من الله عز وجل هذا يصوب لهم غير شويه من الامور هذه، بعد عليهم شويه هذا الوباء، ونتمنى من الله يشافي الجميع.